مرحبا. اليوم أنا عم بشتغل بالمصافي تبعولي، شوفوا لاحظت إنه الشاي والقهوة يعني اللي بصفيه فيهم معطيهم لون شوي مغمق صاير. هعلمكم طريقة كيف نخليهم ينضفوا ويرجعوا لونهم مثل ما كان. أول شي بنحط مي على النار وبنحط فيها بيكربونات الصوديوم. اعطيني معلقة صغيرة. حوالي معلقتين. تمام، خليهم يغلوا. وبضيف الخل شوي شوي، ضفت أول مرة. بضيف مرة تانية شوي شوي لأنه بيعطوا فوران، شفتوا؟ برجع بضيف نقطة. هيك رح يفور، تمام؟ وخليه يغلي. هلا بضيف اللي بدي يضيفه. طبعا ممكن تحطوا الركاوي، ممكن تحطوا اي شيء ستانلس ستيل. راح تلاحظوا كيف راح يقلب ابيض، تمام. وخليهم يغلوا بهي الطريقه. شوفوا كيف عم بيعمل وسخ الوان بتطلع فوق، لاحظين؟ قرب لكم كاميرا تشوفوا، شايفين بلش يطلع الوسخ. بس نشوفوا هيك، بنحط شويه صابون. انا بلش يغلي، ينزل تحت شوي لانه كترت المي. بخليه يغلي ازيد والصابون ينظفهم اكثر. شوفوا بعد ما نظفتهم كيف صارت تبرو، كل الوسخ راح. وهي نفس الشيء، هاي لسه بعدني ما اشتغلت عليها. شوفوا بتلاحظوا بعض الصفار بالزوايا، شفتوا كيف؟ نفس الشيء هول كانوا، بس هول اني فركتهم بعد ما غليتهم رجعوا مثل ما كانوا. شفتوا ما احلاهم؟ صدقوني جربوها ولح تدعولي على كل استنسي رح يلب معاكم فضة مثل ما كان ويرجع نضيف. بتمنى الفيديو يفيد الجميع، ولا تنسوا لي من السبسكرايب والشير، ويعطيكم العافية جميعا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.